خلينا نروح للكابتن ضياء السيد، واحد من نجوم الاهلي السابقين وايضا مدرب منتخب مصر السابق، اللي في البدايه علشان نساله عن النادي الاهلي ونتيجه الرباعيه امام طلائع الجيش بالامس. تحياتي ليك يا كابتن ضياء. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ ربنا يخليك يا حبيبي، 100 100. شايف المنافسه الاول على الدوري ازاي؟ شايف النادي الاهلي مبارياته القادمه كلها مباريات كؤوس، مفيش مباراه سهله ومباراه صعبه، كل المباريات صعبه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وشايف مباراه الامس ورباعيه مهمه للنادي الاهلي بالامس ازاي؟ طبعا مباريات حصد النقاط للوصول للمنافس في ماتشين عشان ان شاء الله نقدر نحسم الدوري بشكل رسمي. فطبعا المطلوب انك انت كل مباريات زي امبارح، يعني مباراه انا امبارح مباراه طلائع الجيش بشوفها عنوانها الحسم المبكر. الحسم المبكر احسن طريقه للريكفري تمام، عشان ضغط المباريات اللي انت فيه باول ما بتنزل وبتحسم بدري تريح وتدي فرص اثنين، بتقدر تعمل التغييرات براحتك، بتوطي رتم المباراه زي ما انت عايز، ما تجهدش نفسك. فهي ده اللي المفروض انه لعيبه النادي الاهلي عرفته، وانه ما تدخلش في المباراه من اخرها تضطر تبذل مجهود مضاعف عشان تحاول تجيب المكسب. فالحسم المبكر كان عنوان امبارح كل اللعيبه في الانتشار، في الجري، في الاصرار الكبير. انت حتى لو تشوف الجونين الاولانيين بعد ثالث كره بتخش، لكن في اصرار من اللعيبه، في كثافه عدديه زائد الاجوان الحلوه بالشكل الكويس، بالتحرك، بالاسيست. فانا شايف امبارح، اتمنى ان كل المباريات اللي جايه تبقى بهذا النمط وبهذا الاداء بشكل كبير جدا. مستر كولر خلال الفتره الجايه كابتن ضياء، وانت ما عندكش يعني رفاهيه فقد نقاط، يعمل روتيشن ولا يحافظ على الروتيشن بيعمله، ولا يثبت التشكيل، ولا هو مجبر ان هو يعمل روتيشن علشان بتلعب كل 48 ساعه مباراه؟ لا ما فيش حاجه اسمها تثبيت. يعني ما يقدر. من اهم الحاجات في الحسم المبكر امبارح انك ريحت امام مثلا، ريحت يا عبد المنعم، ريحت ناس واخده اكبر عدد ماتشات في اللي جايه. فهو هيعمل روتيشن في بعض المراكز، في مراكز لعيب او اثنين ثلاثه بيقدر يركز عليهم، ما يقدرش يعمل لهم روتيشن كتير غير في الاوقات المناسبه، زي منعم، زي امام، لما بتيجي الفرصه يعمل هاني، نفس الشكل. لكن الروتيشن موجود وهو اللي هيكسبك ان شاء الله باذن الله. في ظل انشغال لعيب النادي الاهلي بالدوري، واحنا بنتكلم على الفتره جايه فتره مهمه جدا وفتره حاسمه، كل 48 ساعه مباراه، كابتن ضياء السيد يعني في ظل انشغال لاعبي النادي الاهلي يرشح مين يكون متواجد في المنتخب الاولمبي، ولا مستر ميكالي يستكفي باللعيبه اللي عنده وعنده عناصر مهمه وعناصر مبشره في المنتخب الاولمبي؟ بص، انا وجهه نظري، انت شغال مع منتخب بقالك سنتين ونص، اعداد بشكل كويس وشكل قوي، واللعيبه كلها لعبت كتير مع بعض بشكل كبير جدا كويس. انا بشوف انك تكمل بلاعيبتك، لانك خد بالك موضوع الثلاث لعيبه ده ما نجحش ولا يعني ولا تجربه منتخب اولمبي قبل كده، ولا نجح في اولمبياد لندن، ولا نجح في الاولمبياد اللي فاتت اللي كان مع كابتن شوقي، ما نجحتش، ما اضافتش يعني. انت واخد بالك؟ وبعدين انت ما عندكش العجز الكامل، يعني ما عندكش العجز اللي هو الوحيد اللي يفرق مع المنتخب دعائيا ويخلي الاظبط عليك ويخلي محمد صلاح، هو محمد صلاح. لكن هتبقى الامور متقاربه جدا بشكل كبير جدا. وبعدين مساله المزايدات بالوطنيه دي مزايدات فارغه مالهاش لازمه. وانا سمعتك في الاول حته ان النادي الاهلي، بقى النادي الاهلي ما بيضحيش، النادي الاهلي عارف واجباته. حقيقي. لما كان بيسيب اللعيبه للمنتخب او عارف ان ده واجبه ودي واجباته بيعملها. لكن انت لا تسلب حق حقوق موجوده للناس وبعدين تقول هي دي الوطنيه، لا، الوطنيه ان الناس تدي الحقوق كلها وطالما حقه انه يحتفظ بلاعيبته في ظل موسم فاشل انت اللي عامله مش انا، انت بتحمل فشلك للانديه اللي عايز تضرها وتاخد منها لاعيبتها. انا بشوف ان كل ما هو
سنه يسمح للمنتخب الاولمبي وميكالي عايز ياخده هو ده اللي يكون. يعني راي كابتن ضياء ان مستر ميكالي موجود معاه فرقته، عمل مباريات كتير، عمل اعداد كويس، وما يضيعش وقت ويعمل شوشره على لعيبته. ما هو في لعيبه هو مجهزها سنتين ونص شغاله معاه، ما يعملش عليهم شوشره ويخليهم يطلعوا بره التركيز. ايه رايك في راي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب الاول لما يعني حبوا يستدعوه؟ قال يعني صعب ان انا اخد فرصه حارس مرمى لاعب بقاله سنتين ثلاثه موجود في المكان ده، اجي ناخد اللقطه في اللحظه الاخيره، واعتذر عن المنتخب. وجهه نظر تحترم، لكن ما حدش هيطلعه خيانه. طبعا يعني ما لهاش علاقه بالخيانه، انت بتناقش امور فنيه. ما لهاش علاقه بانك انت بتمنع حاجه عن الوطن. دي مزايدات، وانت عارف احنا عايشين في المزايدات طول الوقت. كابتن ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق ونجم الاهلي السابق، نشكرك شكرا جزيلا. كانت مداخلة مهمة جدا مع كابتن ضياء السيد، ودايما ليه آراء مهمة ودايما ليه آراء مختلفة، وهو وجهة نظره يعني مستر ميكالي ما يعملش شوشرة حول المنتخب الأولمبي، منتخب جيد عنده عناصر جيدة يقفل على فرقته، وهو عمل إعداد بقاله سنتين ثلاثة، لعب مباريات كتير وعنده عناصر مميزة ويقفل على فرقته ويلعب في الأولمبياد القادمة.